ما شاء الله زي القمر. والله ما حد قمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفلة 9. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره وبسخن ورقتها على شويه لب وسوداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقت. شقه مين؟ عدم المؤاخذه، الشقه دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقه دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. نعم، انا هتجوز في الشقه دي، وانا عاجبني العيله، عايزه اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظره، عشان طبيعيه يا بيه. حاحا جوزاني هو كمان عمي ماشي مقدور حالا. يلا خارج المعزوم في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده في يا عم؟ يلا يا حاحا ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامه، بره من غير مطرود. ممكن اول المطرودين انت يا عمي، توكل على الله. يا مامة العريس توكل على الله، وانت بقى ورحمه امي لو وقع لك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر، طب املوها مضاد حيوي وانت مساح وعناك. تعالى يا سلمى اوصل لك السبوبه يا حاحا. انت بقى نتابع ولا؟ عليك حصل، انت تسوى يا بنت. وش ولا بايره؟ الاثنين. اه؟ عايزين الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو تاني هتعرفي. ها؟ الاربعة خمسة اللي انت طفشتيهم. خليكي كده قاعدة لحد ما تدوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحملة. ده انا حلوة ومدملكة والف مين يهواني. الدور والباقي عليك، اللي مش هتلاقي كلبة تعبرك. تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقولها يا عمي. اقولها ايه؟ اول حاجة ما شفتهاش اكدب يعني. بمارة بنت خالتك المعفنة اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيرو. ده انت لو دورت عليها هتلاقيها قلب عداد ومستخفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي محدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده انت اوفر ايدج. دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلهى في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعن على ابو اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حصل بينا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وتنشر غسلكم ليه؟ سيبيه منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا الجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا الجا للقيس وقعد ما يسواش. عنده حق، خليكيه يرجع. اه يعني الادب هي دي اخرتها يا واد؟ اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح، انت مالك؟ دي مصارين البطن بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غور غور في 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني جلسه. انا بيه، انا بيب، انا بيب، انا بيب، انا جيب الانا بيب يا عمي لبيب. انا بيب انبوبة بعت لها جواب، انبوبة ولا سألت فيا، انبوبة ايه الاسباب، انبوبة ما ترد عليا، انبوبة انبوبة. انت 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 مش لسه جاي الصبح ومحدش عبرك؟ الله يخرب بيوتكم. جرى ايه يا جدع انت؟ فلقتي دماغنا. ما تقول يا ادو تخبط في حته تانية. بس الحق عليا ان انا حامل امكم. افرضوا حد حب يقوم للواجب مع ام العيال والانبوبه خلصت، اشيل ذنبه ولا اشيل ذنبه؟ وافرض واحده ست عايزه تبسط جوزها وما لقتش ميه سخنه، اشيل ذنبها برضه ولا اشيل ذنبها؟ انت ادي بتاع الانابيب. ليلتنا قشطه، ليلتنا عسل، احلى انبوبه في تاريخ الغاز كله. هات يا واد انبوبه واطلع. يلا ثواني ثواني. حاضر يا ست هاني. يا ساتر وحشتيني يا توتا. وانت كمان يا ولا وحشتني. يخرب بيت امك، انت جاي تفضحني ولا ايه يا ولا؟ معلش معلش غباء، خلي طب امسك بقى يا اخويا غباك عشان ما نتفضحش. طب ما
ما تقفلي باب الشقه عشان نتكلم براحتنا. لا يا حبيبي لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه. اخص عليكي انا بس تعالى افكر في اللي بالك. بس الشيطان ممكن يفكرك. طب وايه اخره العذاب ده؟ مفيش امل تقنع اخوكي. اقنعه بايه يا حصر؟ لا مال ولا جمال ولا شقه. انا عارف ان شغلانتي صعبه بس وانا لقيت غيرها. عارفه انا مرعوب الغاز الطبيعي هيخش المنطقه. تف من بقك ده كفايه دخلتك عليا بالانبوب. خلاص نهرب ونتجوز عرفي. تاني هتقفلني منك تاني؟ وانا كل ما اقولك على حاجه تقول هتقفلني منك وانا بحبه بكره. ده واد نبط قال عمو. الله ينعل ابو دي عمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيك يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا تركتني العم يقطع في لحم اقربا اقربا ويرمي لي الكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت تفرقه جديده؟ يا باشا انا ماليش دعوه انا كنت قاعد في بيتي مستني دليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان. ما ربنيش يا سعاده الباشا على اخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني سوان متحركه.